عليكم، يعطيكم العافية. حق مشتركين أريده وحق اللي بيسافرون، أغلب الناس لما يسافرون ويرجعون يشوفون فاتورة النت صارت وايد عالية أو فاتورة التليفون صارت عالية، ليش وما ليش يدشون بسجال مع الشركة، آخر شيء يطلع إن فاتحين الرومنج بدون ما يشتركون بخدمات الرومنج. فأنت قبل لا تروح وقبل وعشان تجنب نفسك المشاكل هذه، افتح تطبيق أريده، انزل تحت، روح لي على اللي هو الباسبورت أو الرومنج، واختار طبعا أي شيء من الباقات الموجودة إكسبلور. زين، راح يطلع لك الباقات الموجودة، تبيها جلوبال مانثلي حق شهر، تبي حق أسبوع، طبعا تبي اللي هو حق بس مكالمات، حق اللي عنده بس مكالمات. زين، أو عندك اللي هو تبي تروح دول معينة، خلينا نقول إحنا بنروح شهر كامل بالصيف، العادي يسافرون شهر. شوف إيش راح يعطيك، راح يعطيك لو انليمتد انترنت مع 15 جيج هاي سبيد. بعد 15 يصير عندك انترنت بس السبيد شوي يكون قليل. زين، وعندك 50 دقيقة اللي هو المكالمات. طبعا احنا قاعد نتكلم عن شهر كامل، يعني مو تشتغل يوتيوب شهر كامل، دق يوتيوب وش اسمه وسناب شات وهذا كذي، لان بنص الشهر راح تلاقي يخلص عندك الهاي سبيد، بس النت يكون عندك شغال عادي. ف كذي انت تدفع شهر كامل يكون عندك شغال، ما تحتاج تدفع شيء زايد. 50 دقيقة بعد مكالمات، يعني انت الحين تكون بالسيف سايد. يعطيكم العافية، وسفر مريح وسعيد لكم.